سيوفي اروح لك فدوه وجهه وقفه، رايد لك كم صوره اريد انشرها على على الفيسبوك على الانستغرام خادم فدوه اروح لك، بس لو وزني بدأت اخوي ارفع خشمك ارفع شوي يلا هي حتى يبين وجهك حتى يبين وجهك اوكي يلا ها ايه عاشت ايدك خذ لك زوم ادخل ادخل لي زوم كلش لا لا ها بعيد بعد بعد ادخل شباب ستايل كل عيد لا انت تاخذ لي الحذاء شنو عاجبتك شو تسوي به؟ لا وجه وجه ابن الرقع في دول عظيم حركة العقرب الملتوي ثعلب الماكر تريد ثعلب الماكر؟ شلون بالله؟ فدوا روح لك فرس شنو ايش بيك؟ اقعد اقعد السلام عليكم حبايب المشاهدين اليوم الحلقه ترس فول اوبشن اليوم الضيف مالتي راح امرده كلش انتظروني اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين برنامج صقع فقع طبعا اليوم ضيف الحلقه ملح مال تحشيش ملح مال كوميديا انسان في قمه الابداع اليوم ويانا الاستاذ الكبير استاذ سعد خليفه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا الله يخليك يسلمك فضل من الله الحمد لله خير خير من الله الحمد لله وشكرا خليك سلامتك الله يحفظك استاذ سعد برنامج صقع فقع انه مجرد حابين نوصل بسمه وصل ضحكه نطرح انه شغلات يخص الفنان من باب الضحك والكوميديا ان شاء الله ونوصل فرح العوائل ان شاء الله ان شاء الله وبثلاث فقرات الفقره الاولى برنامج صقع فقع اسئله الحوار الفقرة الثانية اللي هي ساعة السوداء اللي شفتني بيها حلو هي كلش حلو زين الفقرة الثالثة اللي هي لا بيها ولا عليها اسئلة ساعة حايط اي هي ها كلش ساعة حايط اي كلش ساعة السوداء هي ساعة حايط وان شاء الله تكون حلقة ممتعة ان شاء الله وبحضورك ان شاء الله ان شاء الله استاذ سعد نعم. اهم دور اديته وافضل عمل قدمته سواء كان تلفزيوني او مسرحي اول دور قدمته إيه؟ لو احسن دور لا افضل دور افضل دور نعم افضل دور طبعا اكيد المسرح لان نعم انا يعني من عشاق هو المسرح هذا ممثل مسرح يعني اكثر من التلفزيون طيب المسرح مسرحيه هو وهاي وهي تاليف الفنان الكاتب الكبير حسين نجار واخراج اخراج الفنان المرحوم صبحي العزاوي طبعا هي مسرحيه لها حكايه روايه يعني هي اللي ابدعت سعد طبعا ابدعت سعد وكلهم كانوا مبدعين وبالذات الكاتب حسين النجار يعني يعني هاي المسرحيه لو هسه نشتغليها احنا لكان قالوا الكاتب اخذها من مسرحيه الزعيم عادل امام بس احنا مثلناها قبل الزعيم قبل الزعيم مثلناها قبل المسرحيه طبعا نفس موضوعة الزعيم يعني ابك موضوعة الزعيم هي ماخذيها من عندنا يعني اها يعني لو صورناها كان قالوا ماخذيها من بس احنا صورناها يعني اشتغلناها قبل الزعيم يعني نقدر نقول هم اخذوا لا ما نقدر يعني احنا اصلا المسرحيه ما مصوريها احنا ما صورناها ما صورناها بس اشتغلناها على المسرح كفكره نفس الزعيم بالضبط همين مدير شركه يموت اثنين مساعدين وياه يعني يريدون يستغلون هذا الموت ما يقولون ليش هذا يعني فيطب ما اعرف ظروف كانت وقتها فيطب واحد يبيع غاز يشبه النسخه طبق الاصل من صاحب الشركه فياخذوا ويستغلوا همينا نفس الموضوع هاي فهي كان من الادوار المهمه جدا حلوه متفق يا رب هذا كلش سبيتك انا ادري وهذا دائما هيك قطعه استاذ سعد عمل اديته وتندمت عليه كانه ما مسوي
يا ريت يرجع بيك الوقت تقول لا ما عم ما اسوي هذا العمل. لا هو عمل كلش حلو مهم جدا يعني، بس كدور الي ما عجبني يعني. بس اشتغلت يعني مسرحية ديالو فرفشة. اهم مسرح. اهم مسرح. ايه. التلفزيون كانت بداياتنا. صحيح. كانت بداياتنا، فانت كنا نرضى باي دور ماشي يعني مو مشكلة. صحيح. طيب خذ التجربة بالمسرح الجاد. دائما يقولون انه الممثل الكوميدي ما عنده شخصية جادة. لا 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 لا. او ما عنده كاريزما. انا اصلا يعرفوني الاساتذة. نعم. الكبار وال نعم اساتذتنا يعرفوني يعني ابن المسرح الجاد. حلو. يعني بداياتي يعني كانت بداياتك انت بداياتي جاد مو كوميدي. جاد جاد. نعم. اول مسرحية يعني جادة لي هي مسرحية مكبث. حلو. للفنان الكبير المخرج باسم قهار. تحياتنا إلى ومشاركة الممثلين كبار عادل عباس. نعم. المرحوم عواطف إبراهيم. الله يرحمه. كانت من أهم الأعمال اللي شاركت فيها يعني بداية طبعا اشتركت بمسرحية جاد فقط. جاد مكبث الليلة الأخيرة للمرحوم حنين مانع. نعم. خلط يعني اعمال جاده الاستاذ السرابي الاستاذ عبد علي قعيد. بعدين فتت في جاد اخر عمل الكوميدي. يعني تخيل اخر عمل جاد انا اشتغلته بسنه 2003 او 4 للمخرج محسن العزاوي. ما اخذ افضل جائزه. مو افضل بس كرمت يعني. يعني ها اي كرمت عليه. اي طبعا اشتغلت مسرحيه اخر عمل جاد اشتغلت مسرحيه الام الرارنج للمخرج محسن العزاوي. أه. مشاركة المرحوم خليل براء خليل خليل رفاعي الله يرحمه. الله يرحمه. اي وكبار الفنانين اساتذه كبار. اي اساتذه كبار من 2004 تقريبا. ان شاء الله نشوفك من افضل الاعمال. يسلمك. استاذ سعد تجربه كاريكاتير شنو اللي اضافت لك؟ التجربه الكاريكاتير تجربه رائعه جدا. طبعا استفاديت منها من المخرج من الممثلين وياي من الكتاب. نقدر نقول انطلاقة الشهرة من خلالها كمدى تقريبا أوسع. اي تقريبا ايه. تقريبا اي تقريبا على نطاق اوسع. نعم. بداية الكاريكاتير. زين لو رجعوا وقالوا نريد نسوي كاريكاتير جزء جديد تقدر ترجع تقدمه؟ ليش لا؟ ليش لا؟ من محب هذا العمل يعني تحب جدا منه. جدا احبه. اها جدا عن تاريخي ذكرياتي هوايه تقريبا اشتغلنا اكثر من 96 او 96 او 86 حلقه. أها. للبرنامج للقناه هاي. هو بدايته كلش وصل للناس جدا جدا يعني. ساخر ناط ساخر ناقد. نعم. كوميدي هادف. كوميدي هادف. نعم. بسيط يعني. صحيح. كل المتلقين يعني يستقبلونه. صحيح. الأمي والمتعلم والأستاذ والغير أستاذ. فعلا. فواصل لكل الفئات. زين استغفر الله رب وقت. والله عبالي وقعد من السطح. استغفر الله رب وقت. أنا شوفنا غير نحكي أسئلة جادة وجاي نحكي على شخصيات. اوكي شنو اخوك الزغير انا مثلا استاذ احسب لا يعني والله يعني والله جفرت تقول لي راح ادق اخر عمل قدمه استاذ سعد خليفه تلفزيوني اخر عمل شي بيشي اخر شي يعني هسه المخرج رائع الشاب اسامه الشرقي تحياتي اشتغلت هذا كان فردي يعني انا واحد بيه واخذ اربع شخصيات بيه حلو هي شخصيه المقدم والناقد والشاعر وسعوده حلو كنت انا الوحيد اللي اشتغلت دور مقدم هو زرق ورق غيره برنامج زرق ورق حسوني اخذ مدى واسع بهذا البرنامج هذا هم الى قصه يعني حسب بيني وبين الاستاذ اسامه الشرقي احنا كنا نشتغل في لبنان عندنا مسلسل نعم أنا أستاذ عياد راضي نعم تحياتنا تحياتنا إلى أبو رضا الورد فكانوا خابرني قال لي تجيني ما تجيني زين صارت شكلها تأخرنا بلبنان إلى أن رجعنا أدوار موزعيها هم فقال لي أكو شخصية اسمها حسوني الخبل
حبيت حسوني اول اللي ابني حسوني الله يحفظه. واثنين شخصيه كلش حلوه كلش يعني. فقال لي اشترك بغير فقرات يعني هم خاف قليلا. قلت له لا خلي حسوني وحده حلو اشتغل حسوني وحده حلو. قال لي اوكي احلى مشهد انه ما واقف بالسياره عود هي مالتك ويجي هذا يقول لك ها انت وين جاي هذا استاذ سعد طبعا اجوبتك كانت كلش جميله وراقيه سلمك. هاي الفقره خلصت خلصت فقره ايه؟ دق عيني دق ترسنا ترس خشك بعد انت وراها انجي من هاي ترى طلعت من هاي سلام فالثانيه ما تطلع من عندها سلام الثانيه والله الظروف ماشي انزين شنو هاي ترس اي ها ترس لا مو زين هذا ابغى اعطيه لا لا حسبك معطر ابغالي والله لا 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 ما يفيدك تسحب شو اسحب بعد واحد تسحب ثلاثه اخر ثلاثه اي تسحب من وسيله ايش بيه اسئله اسئله عبالي فلوس لا ترس اذا جاوبت عليهن ترش علي واذا ما جاوبت واذا ما جاوبت ترش يا معود جاي نحكي هسه بشوف له جاي نحكي بخده يروش اسكت بخده يروش يلا والله الاول زين والاخير طيب وخير الامور اوسطها حلو ترس يا الله يا الله يا بشتري لك طبل اذا تنجح سؤال سهل يعني من ضمن عملك اذكر خمس فنانين يبدون بحرف السين ما عدا سعد خليفه لك خمس ثواني خمس فنانين ما عدا استاذ سعد خليفه اي دقيقه واحد يلا ولد وبنات فنانين اوكي سعد محسن واحد سوسن الشكري اثنين سعد مجيد ثلاثة سمير صبيح أربعة إلا والدي إلا والدي المرقع خمسة يلا ترس سنا جميل سنا عبد الرحمن يا انا ولا اعطيتك وقت بعد اكثر سنا يلا ترس هسه علي ترس عليك خطيه والله العظيم خطيه اخ الشام مو بخاخ ابو هبل مو بخاخ يلا جت بالك قمت هي صدر ما ادري شنو لا لا كلينس كلينس لا ما يفيدك كلينس ليش؟ لا ليف اجيب له اسد لا راك بدون عمرك لا تسمع اي اي علي يلا 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 جيب استاذ ويلي انا شلون اها ترست ترست يبوع يبوع ثلاث بطات ثلاث بطات وقفات بهذا الراق ايه ماشي او بهذا الصوب ايه يردني عبرة ذاك الصوب زين عبرة الاولى زين ايش قد بقت وراها؟ اثنين اثنين عبرة الثانية الاولى سألتها قالت لها ايش قد بقى ورانا؟ قالت لها واحدة عبرة الثالثة قالت لها يا هل بقى ورانا؟ قالت لها بقى ورانا خمسة شلون؟ الأولى عبرت ورانا واحدة اثنين اي عبرت الثانية قالت لها كم وحدة بقت ورانا؟ قالت لها بقت بس وحدة الثالثة والأخيرة اللي هي عبرت ذني سألنها قالها أحد ورات؟ قالت لها إيه ورانا خمسة شلون؟ أترس؟ أترس؟ ورانا خمسة راح اسم لك منها للعشرة والله ما مطيها بس للإعزاز الله شاهد واحد اثنين ثلاث ورانا خمسة خمسة ست
سبعة ثمانية تسعة يا ارتحيت؟ ارتحيت؟ شنو السالفة؟ شنو ورانا خمسة؟ سالفة شذاب ايش بيك تضحك علي؟ ايش عليك بيه؟ ابن بطل شذاب الله ما يجرحه. صديق كذي بتقطعك. خلي فاتتني. استاذ هذا الثالث؟ اي هذا الاخير. شلونك بالرياضيات؟ بالرياضيات زين. يعني قوي قوي لو لا قوي قوي ترس ترس والله بالاعداد الضرب كيفك بتوثية لا زين 5 في 14 5 في 14 ايه. 70 اكيد رايك 70 ايه. اوكي يلا ما عاد اشكال هسه رقم ثاني 35 في 40 35 في 40 في 40 120 35 في 40 1220 1200 صحيح؟ والله تليفونك 1200 تليفونك اعطيني تليفونك 1200 اوقف اعطيني تليفونك خلنا نشوف استاذ سعد يحكي صدق 1200 1200 هذا رقم الاخير 128 في 513 انا نضربهم بالحاسبه 37 استاذ غلط مو جاوبتك على السريع قول غلط يعني تمشي اداء طبعا يعني ما علي من الناس يعني ترس عمي ترس انا حسب بالك او بالرياضيات ثاني انت ما تحكي بس دليلك صح هذا دليلك صح صحيح 70 ولا 200 صديق بالاقصاد يا يا به ساعة ترستني ترس طبعا خلصت فقرة ساعة السوداء هسه ساعة البيضاء هسه لا خاب شنو السالفة ما تقول له حجروها هسه وصلنا لفقرة لا بها ولا عليها لا بها ولا عليها حلو زين اسئلة وجاوبنا سريع وصراحة هي اسئلة ان شاء الله خفيفة تكون ان شاء الله ان شاء الله ليه بعدين احب متابع افلام كرتون؟ اوه عشق افلام كرتون درس كلش احبها يا هو من توم وجيري كلش احبها شنو السبب؟ كلش اعشقها ها اي او افلام كرتون البقيه كلهم طيب يعني انا احب ثلاثه احب التلفزيون ايه؟ اشوفهم زين ثلاثه الرياضه حلو وروتانا كلاسيك الافلام القديمه زين وكرتون بس بس افلام العفو افلام كرتون قبل اي شنو اللي بزمنك انت تحبه مثلا؟ بيبيرو النسر النسر الذهبي ما ملحق عليه ما ملحق عليه ايه و جريندايزر جريندايزر ذاك اليوم اه والله انت قبلك شنو؟ بيبيرو اجمل افلام كرتون اها اي وعدنان ولينا حلو حبش زين استاذ سعد بطل المي يكفيك تسبح بيه اسبوع كامل لو عادي يعني اسبح بيه؟ ايه لا غرق يعني زايد عليه كل زايد كل هيك زايد مخبر ملابسك تشتريهن تفصال لو تشتريهن يعني قياس اذا بدلات تفصال اذا بدلات تفصال تفصال واذا تيشيرتات بنطلونات لا حاضر يا قياس مو شرط يعني مثلا بوديات لارج 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 عمي زين احنا قلنا سمول ومجاوب خسر اربع مرات لا لا لارج بزغرك لعب الدعبل جدا يغلبونك لو تغلبوا مو صح اغلب يغلبوني اه والله كم بطل لميت بزغرك هوايه شقد ما كانت بطاله كنا نخليها بجاروبه ها الان بزمن الرطاب لا جاروبه كنا نخلي بجاروبه كم جاروب لميت؟ هواية يعني الحج كان جاربة مخلصات مو زين استاذ سعد
انت تحب الرياضه اكيد. طبعا. يا نادي الشجع. عراقي لو اجنبي؟ عراقي. عراقي شرطه. اها شرطاوي. شرطاوي. حلو. زين ودوري الانجليزي؟ الدوري الانجليزي او الاسباني؟ الاسباني الريال. حلو. ترس عمي ترس. ملك ملك يا عمي. هسه هسه صرنا صدق. قال هيك لا كان ريال ريال. اي تلعب بلاي؟ اي انت يا من دائما تلعب؟ انا حسوني سولف لي يغلبك طبعا. ايش قد ايش قد يغلبني؟ ايش قد؟ 20 ما لحق عليه ياخذك على المتر؟ شنو يعني؟ مقاولة. اي طبعا الاطفال مصيبة مصيبة اي كلش. الله يحفظ لك حسن. الله يخليك يسلمك. والله يعطيك الصحة ان شاء الله. يعافيك ربي. وشرفتني ببرنامجي. شرف لي. لا انا اللي شرفت. الله يخليك قلبي سلمك. استاذي حبيب قلبي يسلمك. والله شاهد اليوم كانت حلقة ممتعة بحضوره. الله يخليك. هاي خطة حلقتك هاي سلمك. هاي يعني هيك شيء خفيف حاب نوصل الضحكة ونوصل دسمة للناس. انه نريد نقللهم الممثل مو فقط تشوفونه مرات بالشارع لما شخص ياخذ صوره ويا فنان هو بداخله تعبان جاي من العمل فحسباله هذا متكبر حسباله هذا انسان مغرور كفنانين يعني انا احكي انه نريد نقول لهم انه لا فنان حاله حال اي انسان يعني التواضع للفنان وكل شيء والبساطه هي اهم من سمات هو من تواضع لله رفعه ان شاء الله والله صح استغفر الله لك بابا هسه شلون؟ رجال نحكي بس هذا انت بعد براحتك اللي عجبك انت سوي شنو؟ يوم يجيكم هذا دائما اقول لعلك الخبويزي هاي طماطات يجي ياكل تغدى ملنا ملنا الله يعطيك الصحة والعافية استاذ سعد شرفتني اليوم شرف لي والله شاهد حبيب قلبي وكانت حلقة كلش ممتعة بحضورك الله يخليك اتمنى لكم موفقية والنجاح والاستمرار ان شاء الله الصفا شو اسمه صقع فقع صقع ترس سعد تحياتي الله يخليك اي بعد اخوه بس دقيقه صارت الدلع عدله والله معدله في الدول عمرك يعني اكو قضيه حيل يعني امتعضت من عندها شباب من اهل البصره رايحين الاربيل في سبيل يتونسون بعيد الحب يعني شنو الضير اذا كتب بلوحه ما ادري الحب والحشد الشعبي شنو مكروه الحشد الشعبي؟ يعني الاكراد كظوهم ويقتلونهم ويكسرون ايديهم ووصلت الحد انه وصلوا للموت في سبيل كتبوا الحشد الشعبي. يعني هسه انا عندهم مصورين اثنين اكراد، يعني هسه اذا كظهم اترس عليهم اترس بوكسيات، شو احد يقول لي ليش؟ هم ببغداد ما حد يفتح علي. اكظهم هسه انا وسويف نمردهم مرد. هي دق جلي 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 جليد لحد ما يقول كات ها بعد بس ماكو هيك منطق يعني عراقي احنا كنا بلد واحد كنا العراق كنا العراق بس تحب الطربقه خلينا نحكي ها كنا العراق ماكو فرق بين شيعي وسني ومسيحي ويهودي وصبو وكردي احنا كنا بلد واحد شنو والله انه مجرد كتب الحشد الشعبي اربع ولدي مشيتين عليه 60 واحد شنو بابا فزعه مقاوم ولكم شنو هي ما تقول لي شنو هي تكين ما يصير هيك يعني واحد مشيتين عليه 60 خرب هبل واحد مسوي مفصله بظهره ماكو واحد هذا يدوز عليه بنزين مبطنج بجسمه هذا من قدر ما اخر شيء واحد شو يسوي له؟ قال هذا لا مو مال كتل هذا هو تعبوا بس ماكو هيك منطق هواي اكراد عندنا هنا بغداد خو ما نعامل مثل ما هم ذولاك عاملوا جماعتنا يعني هسه انا ارجع واقول لكم عندكم عندهم مصورين اثنين هذا عند احمد جاف هسه ذا اسطر برايز ما يعرف شو يسوي اي والله ما يعرف بس شنو هو من باب اخلاق ما يصير تعالوا انتم كافيكم اربعه هناك موتين وتموت
ما يصير يا حبيبي، ما يصير. يعني شو مثلا الاكراد احسن من عندنا لو احنا احسن من عندهم؟ احنا كنا بلد واحد، كافينهم وكاتلينهم. هسه على اساس انت كلش رامبو وتر رابطه بالدوم؟ لا ما رابط. وينك وين هاي السوالف؟ دق عيد ترس عمي ترس. يعني يصير هيك؟ يعني هسه انت اذا رايح وقلت لك يعني انا ما شيت وياك؟ انا شيت وياك؟ لا والله خليك تنكتل كان تبقى وحده. انتظروني بحلقه جايه وضيف جديد والا ترس في مالك.